كرة اليد رياضة عرفها العالم في أواخر القرن الثامن عشر وتطورت من حيث القوانين وطريقة اللعب حتى تم تنظيم أول مباراة بين فرق الرجال عام 1925. دخلت كرة اليد البرنامج الأولمبي لأول مرة عام 36 وذلك من خلال دورة برلين، وكانت تلعب على ملعب كرة القدم ويضم كل فريق 10 لاعبين. ومنذ دورة برلين وحتى الآن طرأت تطورات عديدة على كرة اليد حتى وصلت إلى شكلها الحالي، وسيطرت منتخبات أوروبا على كل الألقاب منذ البداية وحتى الآن. وظهرت أفريقيا على الساحة بظهور كرة اليد المصرية والتي اشتهرت بالاعتماد على مدرسة المهارات، فتخرج منها لاعبين أساطير احترفوا اللعبة وساهموا في تحقيق إنجازات لا حصر لها للفراعنة.